على صفحتها الأولى نشرت صحيفة ديلي إكسبريس خبر الوفاة تحت عنوان وفاة محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاما، وأرفقته بعنوان يتعلق بتسجيل صوتي للأميرة ديانا، يتحدث عن إحباط الأمير تشارلز عندما ولد الأمير هاري لأنه كان يرغب في فتاة. وبالمثل خصصت صحيفة ميرور البريطانية رأس صفحتها الرئيسية لخبر وفاة الملياردير المصري. أما صحيفة زي صن ففردت مساحة واسعة من الصفحة الرئيسية لخبر الوفاة تحت عنوان وفاة الفايد بعد 26 عاما من وفاة دودي، كما خصصت تغطية إخبارية متنوعة حول العلاقة بين الفايد وابنه في تقرير حمل عنوان يدفن إلى جانب ابنه المأساوي. وأيضا فردت صحيفة التلجراف صفحتها الرئيسية تغطية خبر وفاة الفايد تحت عنوان وفاة الفايد ملك هارودز السابق عن عمر وناهز 94 عام. وأيضا خصصت صحيفة ديلي ستار صفحتها الرئيسية لتسليط الضوء على وفاة الفايد وعلاقته السابقة بالأميرة ديانا تحت عنوان وفاة الفايد صديق ديانا الوفي عن عمر وناهز 94 عاما. من ناحية أخرى قالت صحيفة اسكوتسمان الاسكتلندية إن الفايد كان له علاقات طويلة مع اسكتلندا، واشترى قلعة وعقار بالناجون في إستروز في أوائل السبعينيات. ووقتها وصف الفايد العقار الذي تبلغ مساحته 65,000 فدان بأنه أجمل مكان في المرتفعات، وتعهد بالانتقال إلى اسكتلندا بشكل دائم إذا أصبحت دولة مستقلة. ومن جانبها قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الفايد دفن إلى جوار ابنه دودي في بارو جرين كورت بمقاطعة سري، وهي عزبة ريفية من القرن 17 تقاسمها مع زوجته هيني واتن، وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل.